شكرا على المجيء ديالكم معنا كيف ما شفتوا مع سيد ولي وسيد العمده وسيد رئيس الجهه. اليوم تم تشين ديال مجموعه ديال التجهيزات اللي مرتبطه بالشباب بالثقافه وحتى الطفوله. هاد التجهيزات اللي هما مبنيين على برنامج عمل اللي قامت به بالطبع الجهه البلديه بالتنسيق مع القطاعات المعنيه بالامن واللي كتهم مدينه مراكش. كيف ما قلنا سنه وحنا هاد الحكومه خدامه كنقولوا بان جميع يعني التجهيزات خصهم تكون يحلوا المواطنات والمواطنين، ما يبقاوش غير يعني التجهيزات اللي كيشوفوهم وما كيلجؤوش لهم. ثانيا التحدي الثاني اللي عند القطاع بالتنسيق مع الـ مع الـ مع البلديه ومع الجهه هي ان يكون التنشيط الدائم، لان مزيان يكونوا عندنا اليوم استثمارات في هذه المجالات، ولكن اعتقد ان الانتظارات ديال المواطنات والمواطنين كاع هاد المجالات اللي شفناهم اليوم كاع التجهيزات اللي شفناهم اليوم يكون عندهم واحد الوجود اجتماعي مع المغاربه بشراكه بالطبع مع حتى المجتمع المدني اللي كيلعب واحد الدور مهم في المجال ديال الثقافه الشباب والطفوله. انا جد فخوره هذا الصباح، بواحد التدشين ديال مجموعه ديال المرافق في جميع احياء المدينه. هاد المرافق كانوا تخططوا وتبرمجوا في المشروع الكبير الطموح الحضيره المتجدده اللي كانت حصلت لي الشرف قدمته امام صاحب الجلاله في 2014. هاد المرافق اللي كانت باقي في طور الانجاز الحمد لله كلها كملات اليوم وتعطات الانطلاقه لهاد المرافق اللي هما اغلبيتهم مرافق القرب، ديور الشباب، ديور الثقافه، خزانات، مرافق رياضيه. هادشي كله لفائده المراكشيات والمراكشيين، الشباب ديالنا الطموح باش يلقى واحد المرافق فين يقدر يعبر على الفن ديالو ويعبر على لي طالون لي ديفيرون طالون. وفي الحقيقه تنشكروا السيد الوزير اللي حضر معنا اليوم واللي هو دائما حارس على هذه المرافق باش تتفتح في اقرب وقت، لان عنده رغبه باش الشباب ينشط داخل هذه المرافق. وشكرا للجميع.